أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية العاجلة. قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافة مرورية متوقعة وتسهيل حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي، الأمر الذي يستلزم غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لكورنيش المعادي القادم من المنيل، وعلى أن يكون البديل أمام حركة سير السيارات المنزل المتجه إلى أثر النبي. هذا اعتبارا من هذا لمدة شهر عفوا اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 26 من يناير لعام 2022. وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمة المرورية اللازمة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وهذا لضمان أمن وسلامة المواطنين. ووصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطريق السريع على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 8827 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2750 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و8 مخالفات للسير بدون تراخيص، و12 مخالفة عن الدرجات النارية، و19 مخالفة لوقوف عشوائي، و45 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق. نهاية التغطية، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.